فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وقائمة الملاعبية ان شاء الله باش نكتشفوا غدوة القائمة الأولى اللي تكون للكوتش جديد للمنتخب الوطني التونسي جلال القادري في المنجي. موجود معنا من جديد المنجي بن إبراهيم، العودة رحب بك من جديد. مرحبا بك خويا اسلام، سي توجور ان بليزير ان بونور داتر افيك توا. بي سي المنجي، شنو تتوقع في القائمة نتاع غدوة للمنتخب الوطني التونسي بارابور آخر قائمة منتخبنا في الكان؟ نجمو نشوفوا تغييرات كبيرة؟ تغييرات كبيرة لا، لكن اليوم ممكن معناها وجدي كشريدة مرتضى بن وناس باش يكونوا موجودين، لكن اليوم أحسن ملاعبين يلزمهم يكونوا في الفريق. ولو أنه وجدي كشريدة ماهوش يلعب في فريقه، عنده مدة ماهوش حتى على البنك، معناها أورليست جملة واحدة. إذا كان اليوم باش نحكيو هكا خويا إسلام، برشا ملاعبية اللي يلعبوا يمشطوا في الدوري الأوروبي ما همش يلعبوا زاد كيف وجابوهم في الفريق الوطني التونسي. جو نو فوا با اليوم خاطر لي كاليتي دونترينمون نتاع سالير نيتانا في الدوري الإيطالي، معناها أنا لامبرسيون اللي ثم ماتشوات طول الجور، دونك واش ديك الشريدة حتى مورالمون اي بسيكولوجيكمون يكون جاهز، لأن اليوم ولو برشا ملاعبية الخاوي سارتان مومون اسمه أنيس بن سليمان رفيع ما همش يشتوا زاد كيف بن سليمان يلعب في فريقه الخاوي. أوكي رفيع مش يلعب برشا، بن سليمان يلعب قاعد مي كان صار. اذا كان باش نعملوا قوانين تم الملاعبيه الكل، اذا كان اليوم تظلم انا امون افي وجدي كشريده ما كانش موجود في الكاس العربيه والكاس الكوب دافريك، اليوم يلزمك تعطيه الشانس نتاعو. نفس الشيء ما نجموش نتخلاو في الضيف كظهير ايسر زاده على مرتضى بن وناس ينسيك محمد امين بن حميده، لان محمد امين بن حميده كان من احسن الملاعبيه في الكوب العرب. ولو انه سي المنجي بن وناس في جمعيته ما عادش يلعب على الكوشرة ولا يلعب في الشق الهجومي، سواء يلعب على اليمين ولا على اليسار. اسلام مرتضى بن وناس كي كان يلعب في النجم الاسياحي اللي يلعب كاريير جوش، لكن سو ني با ان اريير جوش، سو ني با ان لاتيرال جوش. بالضبط صحيح. انت اليوم رائد الفادع سي با ان لاتيرال دروا، رائد الفادع سي ان جوار اوفونسيف. دونك اليوم الحاجه الباهيه سي اليوم عندك دي جوار، على خاطر مرتضى بن وناس اللي كان باش تلعب معناها او نيفو دو لا كوفرتور مع محمد امين بن حميده ولا علي معلول حاجه اكسبسيونيل، لان كي يطلع واحد الاخر يكوفري اي فيس فيرسا. دونك اليوم الحاجه الباهيه سي انا جو سوي كونفانكو اللي سي جلال القادري باش يعيط احسن ملاعبين اللي نجموا يفيدوا الفريق الوطني التونسي. انا نستغرب نتخلاو على توزكار 5 سنوات ونعيطوا لتوزكار في الكاس العربيه، نقطه استفهام امون افي في الكاس العربيه وكاس الافريقي، نقطه استفهام امون افي. علاش تتخلى عليه 5 سنوات اذا كان هو لاعب ممتاز وعمره 36 سنه؟ اذا كان هو لاعب ممتاز علاش تتخلى عليه؟ اذا كان هو ما نجمش يذي في الفريق الوطني التونسي علاش تجيب فيه وتستدعي فيه في الفريق الوطني التونسي؟ اليوم الحاجه الباهيه في الفريق الوطني التونسي اليوم سيك المباراه هذه ضد المالي، اللي المباراه باش نلعبوها في المالي، ماتش علي في المالي، دونك الماتش روتور في تونس، والتوانسه الجمهور التونسي معناها يستنى، لان اليوم المالي متخوفه من الفريق الوطني التونسي. دونك اوتوماتيكمون نجموا نعملوا نتيجه ايجابيه، وان شاء الله من المستحيلات السبعه كي نشوفوا الكاس العربيه كيفاش صارت والمستوى وصلنا كمان نحب ولا نكره للفينال، انا اليميني ليجيبت اون ديمي فينال. دونك نقول تو سامبلومون ما تنجمش ما تشاركش في كاس العالم، رغم الناس اللي تبدا ماذا بها الفريق الوطني التونسي لاسباب لا نجموا نبنيو في ظروف سهله، في ظروف ترشح الفريق الوطني التونسي لكاس العالم. دونك حذاري، لان اليوم راهو الكل اليد في اليد. باهي سي المنجي، فهم لاعبيه بداوا يرجعوا بشويه بشويه للفورمه، نحكي على الخنيسي كيف نحكي ايضا على فرجاني سيسي رغم اللي بدايته ما كانتش ولا بد مع التحيل، لكن شفنا الماتش الاخر ضد السد معناتها ماتش كبير في الكاس، عدى ماتش كبير سجل 2 اهداف. ملاعبيه كما الخنيسي في سيسي قادرين يعاونوا المنتخب في مقابله تستحق خبره معناها
بيان سور سورتو سورتو في المالي. المالي اليوم حاشتنا لان الاسباس باش يكون موجود, وتا ياسين الخنيسي يحب الاسباس, يحب لا بروفوندور. اليوم فرجاني ساسي راهو نحب ولا نكره, سي ان جوار اللي ما يزموش ما ينجمش ما يكونش في الفريق الوطني التونسي. راهو صارت ما نجموش نحكيو اشياء, صارت اون انترن مشاكل كبيره برشا, سواء مع الجمهور سواء في الفيستير, خلات اللي ما كانش موجود في الكاس الافريقيه. لكن اليوم فرجاني ساسي ناتر اكسبسيونيل يلزمو يعمل شويه متريز في اونيفو دو كاركتير نتاعو. وراو لي ميليو دو تيران ا كاركتير صعاب برشا كيما فرجاني ساسي نستحقوهم في الظروف الصعبه جوستومون. لكن اليوم تاع ياسين الخنيسي, طبعا تاع ياسين الخنيسي في مباراه هذه الاكستيريور سورتو يمشى يلقى برشا اسباس, تبارك الله يولي الخط يلعب معناها كنافي دمي, نجم نكونوا معناها في مستوى ممتاز وممتاز جدا في المباراه هذه ضد المالي. سعد بقير ايضا مثلا, سعد بقير انا ندافع فيه عندي درقداش, انا نستغرب بعد ساعات نتخلاو على لاعب اسمه سعد بقير. وانا وصل تحيه لاخواتنا في تطاوين, بدا في تطاوين 2009 وبعد مشى الملعب الجابسي. معناها يوريك اليوم نقطه استفهام تخلي على لاعب قاعد فريمون ينور في تونس في الدوري السعودي. واليوم ما سعد بقير في الظروف الصعبة تلقى سعد بقير سور بالاريتي, سعد بقير وصل في الترجي التونسي يسجل في أهداف بالهد. معناه يوريك لا كونفيونس اللي عنده. شوفنا لي تيتر اللي هزتهم الترجي التونسي, وجي لامبرسيون الترجي التونسي تخليت على سعد بقير كوم بور لو ريميرسيي. معناه الشيء اللي عمله في الترجي ينجم يمشي باش معناها يكون مستقبله من احسن ما يرام. اليوم اذا كان تخلى تونس تتخلى سعد بقير هذاك الفراب دو بال اللي عنده في الظروف الصعبه ولي بالاريتي اللي عنده, سامحني معناها اليوم احنا ما عادش نفهموا كوره تو سامبلومون, والا ثم تولي بونتوات شخصيه. اذا ما فماش بونتوات شخصيه تلعب في الفريق الوطني التونسي. في حراسه المرمى شكون تشوف الاجدر اليوم باش يكون هو الجارديان؟ واصلوا الاعتماد على بن سعيد والا فما حراس اخرين وراوا انهم يستحقوا كيما دحمان والجمل؟ انا نقول اللي اليوم معز بن شريفيه لازم تكون مكانته, لان معز بن شريفيه كحارس مرمى وكشخصيه معناها في الميدان وخارج الميدان إلي اكسبسيونيل. اليوم علي جمل قاعد يعدي في مستوى صعب وصعب جدا. ممكن البوست الوحيد بارك الله كيف كيف بشير بن سعيد ما شاء الله معناها نشوفوا فيه المستوى نتاعه, وإلي عمال يمشي القدام عمال باش يكون احسن. تبارك الله في العمر نتاعه صغير مازال صغير. لكن اليوم اصعب ديسيزيون للاطار الفني هو باش يكون في حراسه المرمى. شكون اللي باش يكون في حراسه المرمى؟ انا ما نحبش نكون في البوزيسيون هذيا, نحب نكون في بلاصه سي جلال القادري باش ياخذ الديسيزيون سي جلال القادري مش علي بومنيجل ولا غيره. دونك لا ديسيزيون خاطر لي كونسيكونس ديما يتحملها المدرب. واضح, يعطيك الصحه. شكرا لك سي المنجي على كل هذه التفاصيل اللي جبناها بها بخصوص المنتخب التونسي وكذلك بخصوص الرابطه المحترفه الاولى. سهيله في الاخبار بعد مكملين اخر نص ساعه.